صحة رمضانكم ومرحبا بكم في صحة مك. طيل شهر رمضان رانا رايحين نرافقكم مواضيع على صيام الصحة والتغذية. إذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا الأطعمة تاع السحور اللي تمد الطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة. في رأيكم المسفوف هو أحسن سحور نقدروا نتناولوه؟ هذا خطأ. صحيح المسفوف من عادتنا، لكن نقدروا ولا لازم نبدلوا ولا نزيدوا معه أغذية أخرى اللي تمد لنا الطاقة خلال اليوم. لازم تعرفوا باللي تناول الأطعمة اللي فيها سكر بحجة أنها تمد لنا الطاقة هذا اعتقاد خاطئ، على خاطر السكر سريع الهضم دونك يعطيكم طاقة لمدة قصيرة جينيرالمون كي تكونوا نتوما راقدين وهنا ما تستفادوش منها. على العكس كاين سكر بطيء الهضم، هذا نلقاوه في حبوب القمح الكاملة، في الخضرة وفي الفاكهة، هذا راح يمد لنا الطاقة تدريجيا طوال اليوم وعلى هذا يمد لك إحساس بالشبع. مثلا البطاطا تزود الجسم بالجلوكوز، الخبز الثاني البيض ويوفر 30% من احتياجات الجسم من البروتينات، السلق اللي هو غني بالحديد والبوتاسيوم. فواكه ثانية مليحة بزاف خاصة الموز والدلاع، على خاطر نلقاو فيهم البوتاسيوم والكربوهيدرات اللي يعدلوا نسبة السكر في الدم، وسي المكسرات مي لازم تكون بلا ملح، ما نساوش نشربوا الماء بزاف ونقصوا الملح. ان شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحة ماك سوغ انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم بالعقل العزلبية والقلب اللوز، وبقى على خير. تيزان سانتيفي، الطبيعة في كاس تيزانة، جودة ماكفار.